صبحكم الله بالخير وشلونكم عساكم طيبين. حاليا متواجدين في الخارج بغلط لي على شخص ما. الاتجاه نحو اليمين. طيب برحمي بغلط لي على شخص ما عزيز على قلبي جدا جدا جدا. انا والله كان رايح للوادي ودرى اني رايح للوادي كلمني قال والله انت غلط علي ضروري بجيه بسلم عليه. الاتجاه مباشرة الى جنوب شرق على بعد 600 متر الاتجاه نحو اليسار. ممكن اذا كمل معنا جوجل ماب انكم تصلون جميعنا وياكم في الموقع هذا. المهم اني خرب علي جوجل ماب. المهم اني بجي لي واحد شخص احبه جدا وبسلم عليه وبمشي من وراي. صبحكم الله بالخير. ارحب ارحب الله يبقيك. يا مرحبا مرحبا والله ما شاء الله. يلا حيه كيف الحال وشلونك عساك طيب. مرحبا مرحبا ارحب ارحب وحيه ارحب ابو علماء تبقى وتحيا الله حيه. يا مرحبا والله. وش ذا المهبس اللي معك؟ ما تروح اجل هذه ذكريات ذكريات اللي بالقناه. ذكريات الله يذكرهم بالخير وطول اعمارهم وعمرك. اللي انا بقول خليك جاهز لابو سمره يقول ايه مضبطين الرحله ان شاء الله للبيت. ابد تم تم احنا هكرنا 25% حلوه. الباقي عليك. ازهله انا اسمع اسمع بس توعدني انكم ما تقرطه ولا لا 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 اسمع هذا عاد اللي اسمع انا بروح الوادي اربع ايام عقب بجيك وزهل ابو سامر. اجل ازهل ان شاء الله الباقي ابد ازهل. يا مرحبا ومساء يا مرحبا. الله يجعل ربي يحفظك. انا نقول الله ارحب ابو علماء تبقى وتحب. صباحكم الله بالخير. والله كان ودنا نفتح بث ونسولف لنا وياكم وننبسط لنا وياكم، لكن جاني تهديد من الوالدة قالت لا تفتح بث، علمتك كيف الشغل، إذا جيت الوادي يفتح على كيفك، لكن تفتح وأنت مسافر لا. عشان كذا جاء قرار من الوالدة ما فيها أن يفتح بث لعذر السموحة. بإذن الله وصل الوادي إن شاء الله وافتح بث واللي تبون. صباحكم الله بالخير.
صبحكم الله بالخير وشلونكم عساكم طيبين. طبعا قعدت افكر يمين قعدت افكر يسار قعدت افكر يمين قعدت افكر يسار قلت المتابعين لهم علي حق. طبعا متابعيني في السناب ومتابعيني في تويتر بحط مسابقه في السناب ومسابقه في تويتر. ايه انا فكرت اني احط مسابقه في السناب. كيف المسابقه في السناب؟ بنزل صوره، الصوره هذه بخليها بس مده 10 ثواني وبحذفها. الصوره اللي انا بنزلها في السناب طبعا هذه المسابقه تبع السناب، التويتر بنزلها لهم في التويتر، لكن اللي بعلمكم بالمسابقه حق السناب. بنزل الصوره في السناب لمده 10 ثواني فقط وبحذفها. اول شخص ياخذ الصوره وينزلها في التاج في التويتر هذا فايز معنا. فهمتوا المسابقه؟ والتويتر بتشوفون المسابقه حقتها باذن الله بنزلها في التويتر. طبعا الصوره ما بنزلها الحين عشان في ناس مدومين، في ناس مثلا في مدارس ما بيظلمهم، لا الصوره بنزلها الساعه 9 في الليل. الساعه انا احدد لكم الوقت الساعه 9 في الليل بنزل الصوره ومده 10 ثواني بحذفها. الشخص الاول اللي ياخذ الصوره ينزلها في التاج الف مبروك معنا، يفوز بالمسابقه ولا هديه جائزه، نعطيه جائزه. طبعا ولا ننسى ربعنا اللي في التيك توك ولا ننسى ربعنا اللي في جاك، وهذا الله كل واحد لازم ياخذ حقه في اي برنامج في متابع من ناحيه ياخذ حقه ما فيه، كل نجهز له مسابقه. في ناس في سناب جاوني يقولون يا مناحي ما عندنا تويتر، ان متابعينك في السناب ولا عندنا تويتر ما تظلمنا بعدنا. حلو طيب تم بنعدل المسابقه. وش هي؟ انا بنزل الصوره على الساعه 9 في الليل، واول تعليق يجي على الصورة أكبشر الشاشة عليه وأحذف الصورة وهو الفائز. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير وشلونكم عساكم طيبين. طبعا أنا صحيت وصحة الدنيا، أنا صحيت وصحة السعادة، أنا صحيت وصحة البثوث، أنا صحيت وصحة المساحات. طبعا يا أخوان اليوم مسوي لي حلا ومسوي لي ورد ومسوي لي قهوة ومسوي لي، بس اكتشفت أنهم هم من كلال حلا هم من خذ الورد، هم هي باسمي بس هم اللي اخذها صراحة. كيف ما ادري، انا صحيت حصلت الباقي بس اللهم اني قمت هذا وش قال هذا قهوة لك؟ قلت اما، قال اي والله لك ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب من لي كلها؟ قال انا كيف تجي ذي؟ قال والله طول العمر تأخرت في النوم فانا تقهوى انا وكلنا الحلو وكلنا الكيكة وكلنا كل شيء، باقي الورد باقي يمكن باقي تنتين انسم باقي من البوكي الورد تنتين اخذها وتوكل على الله. هذا عاد انا رجل قنوع وخليت اللي لي وتوكلت على الله. سلام يا وكيل. وكيل اخبارك؟ طيب طيب. اشعل الانوار لقد اتيت، شغل النور كله، كله نور شغل كله، يلا يا وكيل سرعه كله نور شغل. طبعا حاليا تواجد في هذا المحل، هذا المحل اللي أقولكم في الوادي بندعث فيه، هذا المطبخ اللي هذا اللي بندعث فيه صدق، هذا اللي بيجي فيه النكبات، أنا متأكد إنه بيجي فيه النكبات، هذا هو هذاك المطبخ وهذا المجلس. مرحبا أبو سلطان، مرحبا الشيخ، مرحبا قلبي. طبعا اللي في النص الوالد الله يجعله في الجنة، واللي على يساره سلطان، واللي فوق سلطان ولد ابو سلطان. تبون نبث هنا؟ تبون نبث هنا؟ تبون نبث في المطبخ؟ تبون نبث في الغرفة؟ أي محل تبون نبث فيه؟ تبون نبث ولا برا؟ عيشوا جوكم. نصيح أي شيء تبون تم. الشيء الثاني اللي أسأل عن المسابقة، المسابقة الساعة 9. بعيد وأكرر كيف طريقتها. أنزل صورة. مدة الناس يقولون 10 ثواني قليلة، مدة 20 ثانية. أول تعليق يجي على الصورة كبشر الشاشة عليه وهو الفايز معنا، وحذف الصورة بعدها. كلام أرحبو ربو أرحبو يا متابعين المتابعين يا مربو إيش؟
متابعين متابعين لا ارحبوا ارحبوا يا متابعين يا متابعين يلا قول ارحبوا يا متابعين. ودي اسال سؤال، انت كيف جبت ذا المقاطع وانا اقطع الكاكه وانا انحاش بالورد؟ انا المشكله اني اقول انهم ما اعطوني من الكاكه، انا مقطعها وجابوا دليل ضدي، بس فوتوشوب، فوتوشوب هذا مو بنا، هذا هم مسوينه مقطع فوتوشوب مو بنا، ما لي دخل، انا ما لحقت على شيء. الناس ما تخلي احد وبش. السلام. على ما قال حياة بن جدل عن المجنب من لوادم ما يخلى لا سلم من شر ذا الجاهل. الناس ما تخلي. طبعا خلوكم جاهزين خمس دقائق ونزل الصورة وأول تعليق واللي فايز معنا. طبعا خلوكم جاهزين خمس دقائق ونزل الصورة وأول تعليق واللي فايز معنا. الربع انت صورت الشاشة، اصبر اصبر، وانا ما بعد نزلت الصورة، انا اشرح فيديو اشرح لكم الصورة، بنزلها بعد دقيقتين من ذا الحين، خليكم جاهزين. الربع انت صورت الشاشة، اصبر اصبر، وانا ما بعد نزلت الصورة، انا اشرح فيديو اشرح لكم الصورة، بنزلها بعد دقيقتين من ذا الحين، خليكم جاهزين. الربع طبعا صورنا الشاشة وبراسل الحين اللي فايز في الخاص، انا ما ادري، انا بجي في الخاص وبساله هل اذا عادي اني اصور الشاشه وارسل وانزلها عام ما في مشكله، واذا هو يعني ما يبي يعني ابغاها خصوصيه شيء راجع له. يلي راسلتك قبل شوي، انا راسلتك وعاد لقيتك، علق بعد على اخر صوره، يعني انا ما ادري وين رحت، راسلتك وعاد ادري وين غدا. يلي راسلتك